بون اليوم عندنا يسير ديال ميكروكليني، مرحبا بكم معنا. بدينا نقينا لها حجبانها مزيان ودرناها لها تراسينا لها مزيان الحجبان ديالها باش تجينا اون فورم كاده. دابا غندوزو المرحلة الثانية، غنديرو البنج لوكال بور 30 مينوت ابخي ندوزو. دابا حنا حطينا البنج وحطينا البلاستيك بور شوفي لا بو داكوغ باش متحسش لاكنيا. دونك تبغاو تشي شوية بكشرة. حطينا البنج وحطينا البلاستيك بور شوفي لا كريم ديالها باش ما تحسش بلي دونك 30 مينوت. اوكي حنا رجعنا. دابا بدينا ب كتصاوبوا لي سورسيل ديالها، بداو كيبانوا لنا. دابا كنعمروا الفيد اللي كاين عندها هنايا، كنعمروا لها اون فوالا، تنسالوا الحاج ونتلاقاو. حنا في الهمسه الاخيره دابا كنعمروا هذا الفيد. فوالا اللون اللي خدمنا هذا. دابا الثاني قربنا نساليوه. فوالا هادي هي الريزلتا الفينال ديالنا. جيسبيغ تكون لا كليونت فرحانه وعجبها الحال. مرحبا بكم عند الصالون جاني رشيد. فوالا هذا هو الصالون فين جينا، صالون لوجاني شارع ام ربيع دغيار كارفور. مرحبا بكم بوغ ان كلاساج بوغ ميكرو بليدين. مرحبا ومئة مرحبا، عندنا بروموسيون زوينه، نتمنى تجيو عندنا. مرحبا بكم، اون في تو لاكواف ليستيتيك وكلشي.